بادرة طيبة قام بها أحد أعوان الصحة المتقاعدين بالقيروان، حيث لبى دعوة الإدارة الجهوية للصحة لمزاولة العمل ومعاضدة جهود الإطار الطبي والشبه الطبي بعد الوضع الصعب الذي تعيشه القيروان. يذكر أن الإدارة الجهوية للصحة طلبت نداء استغاثة إلى أعوانها المتقاعدين للرجوع إلى العمل في ظل جائحة كورونا. السيد محمد المجري لم يتردد ولو للحظة لتلبية هذا النداء، حيث عبر عن فرحته كجندي من جنود الوطن. غيرته على المهنة ومساعدة الآخرين جعلته يترك عائلته ويعود من جديد إلى التطوع بعد الإحالة عن شرف المهنة. هذه البادرة الجميلة والمتميزة علها تفتح أبواب التطوع من جديد لأعوان الصحة المتقاعدين. نستمع إلى قصة السيد محمد المجري ممرض أول سابق. أول ما شفت الكارثة اللي صايرة في القروان وهاتين، وحتى الحكومة ما عملت حتى شيء، مع الدكتور رويس المدير الجهوي معناها يطلب المتقاعدين واللي باراميديكو كلها باش يجيو، حقيقة جاتني قشعر وحبيت نعاون أصحابي وزملائي اللي مازالوا تو يخدموا. اليوم الصباح مشيت للإدارة وقابلت السيد المدير وقابلت المديرة المسؤولة على المتقاعدين مدام أمل بلارة، فهمنا وكلمني المسؤول سي فتحي النجار اللي واحد، وقال لي راك مش تخدم في الكوفيد بالجزار وتحب تخدم بالليل ولا الصباح ولا شيء. قلت لهم عندي خاطر بنتي تقرا واحد ونوصل فيها ونخدم الصباح. قال لي سي نهار السبت تفضل وحدنا باش تجي الصباح بتجي تخدم. انا نشوف في بلادي معناها مش اكثر من محتاجين، عباره كان في حرب، في حرب واحد كان يخدم في الميليتير وخلص الحمد لله نعبها واللي قدر بها ربي. إن شاء الله إن شاء الله فما حقيقة فما بادرة، فما زملاء خرجوا معايا ومتحمسين يحبوا يرجعوا، فما بادرة.